أنا اشتغلت كتير وسافرت كتير، عملت معارض كتيرة. لوحاتي موجودة في كل البلاد اللي زرتها، كان في المتاحف أو عند ناس اشتروها مني. انتخبت في البينالي الدولي في فينيسيا 3 مرات. سافرت إيطاليا وشفت الأعمال هناك بتاعتي مع وسط المجموعة. من المتاحف المهمة كان متحف جوبنهايم، خد فيه جايزة عالمية أولى لمصر. هي موجودة في نيويورك، وموجود كمان لوحة تانية، اللوحة دي اسمها حنان، ولوحة كركديه خدتها اشتريتها المتحف الأهلي بوارسو، ولقيت نجاح كبير الحمد لله بره كتير قوي، والنقد كان عليا كويس قوي، وده اللي قدرت احققه يعني لحد النهارده. أنا دلوقتي ما بقدرش أخرج زي زمان ولا أشوف الجمال، ودايماً أسأل نفسي يا ترى أعمالي هيكون مصيرها إيه؟